بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أمين. أهلا بحضراتكم في دنيا ودين. بنتكلم النهاردة، كل عام وحضراتكم بخير. خلاص ليلة النصف من شعبان النهاردة، أعتقد يعني موضوع مهم جدا. في بعض الناس رجب زي شعبان زي مش عارف إيه زي إيه، ولا بيهتم ولا يجي رمضان بس يهتم بأول أسبوع والموضوع بينتهي. طيب لما بنقول ليلة النصف من شعبان، هل الموضوع مهم؟ زي لما بنقول كده ليلة القدر مثلا، ولا ليلة النصف من شعبان بمجرد ان بنقول عليها ليلة وخلاص؟ طيب لو الموضوع مهم نعمل ايه؟ طيب الاعمال كانوا بيقولوا بترفع في شعبان، امتى بالظبط وتحديدا امتى في شعبان؟ اكيد هنعرف كل المعلومات دي من دكتورنا الغالي والجليل دكتور احمد علوان من علماء الازهر الشريف. اهلا بيك دكتور. يا مرحبا دكتور محمد، ازي حضرتك؟ قبل ما نبدا بس بحييك كده على ذوقك في الشياكه والاناقه يعني. حبيبي ربنا يحفظك. الله يبارك فيك. اتفضل دكتورنا. الله يبارك في حضرتك دكتور محمد، بتحرجنا. الله يكرمك. بس انا دايما اللي بيقول كده بقول له الجميل يرى الجمال. ربنا يحفظك يا رب. انت جميل فبتشوف اللي قدامك جميل. تسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وحضرتك بخير، الجمهور الكريم بخير وبصحه وبعافيه بمناسبه ليله النصف من شعبان، اللي هو احنا دلوقتي الساعه 4. تمام. عايز اقول للناس اللي بتشوفنا كلها دلوقتي يركزوا معايا، علشان كمان ساعه بالضبط او ساعه ونص بالكثير قوي هتبدا ليله النصف من شعبان. تمام. تاني ليه الموضوع مهم قوي كده وبتاكد عليهم وتبص في ساعتك وبعد المغرب او من اول المغرب؟ علشان الناس تبدا تاخد بالها وتركز في الليله دي. كانك بتقول على الساده المشاهدين ربط الاحزمه. ايوه تمام. ربط الاحزمه زي ما السيده عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها بتعبر في موقف من مواقف حياه النبي صلى الله عليه وسلم الدعويه والعباديه والدينيه، انه كان اذا دخل العشر شد مئزره. تمام. ربط الحزام. ايوه. وايقظ اهله وأحيا ليلة. إحنا دلوقتي قياسا على العشر الأواخر إحنا في ليلة النصف من شعبان، اللي هو لما يبقى يجيلك لحظات أو ليالي أو مواقف أو ساعات مباركات، يبقى لازم تشد الحزام. تمام. لازم تنتبه. لازم تاخد بالك، لازم تغتنم. ليلة النصف من شعبان هي ليلة مباركة، ليلة يستجاب فيها الدعوات، ليلة لها مغفرة مخصوصة واستجابة مخصوصة كما قال ابن حجر الهيتمي. ليلة كان لها فضل أو لها منزلة عند ربنا سبحانه وتعالى وكمان عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل ده والمنزلة دي جعلت الصحابة والسلف الصالح يهتمون بهذه الليلة من حيث قيام الليل، من حيث الأذكار، من حيث قراءة القرآن، من حيث الدعاء، من حيث الاستغفار، بيغتنم الليلة دي. جميل. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: خمس ليال لا ترد فيها الدعوات. خمس ليال لا ترد فيها الدعوات. الدعوات. الدعاء فيها مستجاب. أول ليلة من رجب. تمام. ليلة النصف من شعبان. ليلة الجمعة وليلتي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. تمام. خمس ليالي. أيوه. إحنا دلوقتي خلاص إحنا بنقول ساعة ساعة ونص وحتجينا ليلة اللي هي ليلة النصف من شعبان، بتبدأ بغروب شمس النهاردة. يا جماعة نركز قوي في الكلام ده، بغروب شمس النهاردة معانا الليلة دي هتبدأ حتى طلوع فجر الأحد. مستجاب فيها الدعاء. الدعوة. كله يدعي. كله يدعي. المريض يدعي، اللي حاسس بأي أي حاجة واحد يدعي، ظالم مظلوم يدعو. تمام. الله سبحانه وتعالى. مطيع عاصي يدعو الله سبحانه وتعالى. تمام. مبتلى معافى يدعو الله سبحانه وتعالى. جميل. طيب هنشرح التفاصيل اللي حضرتك تتكلم فيها، لكن نستأذنك وناخد معنا أستاذة دعاء. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذنا الدكتور محمد وفضيلة الدكتور أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. جزاكم الله عنا كل خير يا فندم عما تقدموه، واللهم أبلغنا وإياكم ليلة النصف من شعبان ومن ورايا شهر رمضان إن شاء الله. يا رب. اللهم أمين. تفضلي. فضلت الدكتور أحمد بعد إذن حضرتك. تفضل. لما غمض عينيا في الصلاة كنوع من التركيز والتدبر فيها في معاني الآيات، ده كده فعل خطأ في الصلاة ولا يجوز عادي؟ يجوز طالما هذا يدفعك إلى الخشوع. معلش. هذا جائز. تفضلي. وحاجة تاني معلش. تمام. تفضلي. لما اشوف حد وارتاح له واوصفه بانه ملاك، ده يعتبر تعدي في الوصف؟ وعلى سبيل المثال يا دكتور محمد الاستاذه نوران الشيخ اللي حضرتك استضفتها الاسبوع الماضي يوم الاثنين الماضي. تمام. حاضر يا فندم. حاجه اخيره بقى معلش. تمام. اخر حاجه معلش يا دكتور محمد. اتفضلي تحت امرك.
ممكن الاحترام الشديد وده دليل لحضراتكم اقول كلمه سريعه بسرعه عن دنيا ودين؟ اتفضلي يا فندم. طيب كنت عايز اقول لحضراتكم جميعا دنيا ودين وعلم ثمين ومقدمه اسمى اثنين مع دكتور احمد عبدول بحديث جميل موزون وكمان دكتور محفوظ وهو للخير محظوظ بلقائهم علماء وافاضل وكل منهم بيناضل من اجل موضوع حصري قائم وتفسير فقهي متين وخير كتير بيقدم من ناس صالحه والطيبين وسؤال ديني محير لعامه الناس والمسلمين يا رب اجعلهم دايما من عبادك المخلصين وشكرا يا فندم. ربنا يحفظك ويجبر بخاطرك زي ما دخلت كده وبتجبري بخاطرنا. ربنا يحفظك يا استاذه دعاء. اتفضل يا مولانا. هي كانت بتقول لو تحت لحد وبتقول له انت ملاك مثلا. ما فيش مشكله. ما فيهاش مشكله. تمام. دي كلها الفاظ. السؤال الاولاني برضه ربما ما تكونش سمعت الاجابه. فكرني. اول ما دخلت سالت سؤال مهم جدا جدا. ازاي مولانا كده مش فاكر السؤال يعني؟ اللي هو طيب اكيد هيقولوا لي في الكنترول نكمل ليله النصف من شعبان. اتفضل. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. يبقى ليله النصف من شعبان بتغمض عينيها في الصلاه وحضرتك جاوبت. قلنا يجوز. صحيح يجوز. اتكلمها قول لها بقى اشرح لها يعني. تغميض العينين في الصلاه طالما انه يدفع الى الخشوع فهو جائز ان شاء الله. ربنا يكرمك. جمهورك كتير. خلينا ناخد معانا مين يا جماعه؟ اتفضل استاذ عبد الناصر. يا اهلا بيك. اتفضل. ازيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. سياده المذيع انا مشتاق لك من زمان والله، وانا سعيد اني شفتك حضرتك والله. الله يكرمك ويحفظك يا رب. والبرنامج الحلو والقناه والكنترول الابله الممتازه ربنا يحفظك. الله يسعدك. وفضيله الشيخ منور والله. الله يبارك في حضرتك. تسلم. اقول لحضرتك يا فضيله الشيخ. اتفضل. بخصوص ليله النصف من شعبان. ايوه. أنا كان معايا تجربة والله من سنين، فكان يعني في حالة كرب، في الليلة دي سعادتك والله قعدت أدعو ربنا سبحانه وتعالى بس بإخلاص ويقين والله. والله أنا يعني بوجه لحضرتك والمشاهدين، فسبحان الله يعني الدعوات ربنا سبحانه وتعالى يعني ما نقولش مثلا لا يا عمي دي مش من السنة، لا يعني هو بقى مفتوح في الطريق. الغرض عاد مش بطولش على حضرتك والله، بعد ما كنت في كربة رح جيت تاني يوم على طول جي الفرج. الحمد لله. الله أكبر. الحمد لله. ربنا يحفظك أستاذ عبد الناصر. تفضل مولانا. صدق الله حين قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تمام. صدق الله حين قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ربنا سبحانه وتعالى قال ادعي وأنا هستجب لك، فأنت ما عليك إلا أن تدعو. وهو قال حتة مهمة جدا، قال بس دعيت لما دعيت بإخلاص وبيقين. صحيح. ربنا يكرمك يا دكتورنا. استأذنك وناخد معانا أم أحمد. أهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. ممكن بس أسأل الشيخ يعني على سؤال اللي هو لما واحدة تعيرني بابني، أنا ابني يعني مولود اللي هو مولود بعاقة بجسمه. تمام. اللي هو يعني بتقولي يعني تعيرني بي، يعني أغلب الناس يعني بيعيروني بي، هو عندي سنتين وهو لسه مش لحد دلوقتي. بتعايرك بي؟ طيب ده السؤال؟ ايه ده السؤال بتاع حضرتك؟ ده السؤال. إيه؟ حماتي يعني كنت لسه اقول لها قريب الناس يعني. حد قريب ليكي ولا غريب؟ تمام. لا حاضر. قريبين مني. حاضر يا فندم. اوكي. ربنا يحفظ لك ابنك. وفي سؤال تاني. اتفضلي. اتفضلي. لما اروح لحماتي يعني تكون هي تعبانه واروح ان انا ازورها او كده او اللي انا اخدمها يعني كانت عامله عمليه واللي انا اروح اخدمها وكده وهي تأذيني بالكلام او تشتمني او تهزقني. حاضر يا فندم. حاضر. شكرا جزيلا. اتفضل يا دكتورنا. الله يبارك فيك. السؤال الاولاني سؤال صعب. ابنها صعب جدا يعني ما اعرفش ليه الاخلاق دي، ليه انت بتعايري حد؟ يعني مش الولد اللي عمل في نفسه كده ولا مامته اللي عملت في نفسها في ابنها كده. بالعكس النبي عليه الصلاه والسلام علمنا اذا راينا مبتلا ان نقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يبقى انا احمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمه وعلى ان خلاني بصحه كويسه وفي احسن تقويم، وده يعني ما مش بايده حاجه. صحيح. ده امر. اتعيبه على الخالق امر المخلوق. الامر الثاني ان هذا فيه كثير من المعاصي والذنوب. تمام. لانها عابت على خلق الله. صحيح. لأنها لم تراعي مشاعر هذه المرأة، ولأنها كسرت بخاطر هذا الطفل ده حتى وإن كان صغير لكنه يدرك
ويصل وتصل وتصله هذه يعني المشاعر وهذا الكلام من القاسي من غيره. فهي عليها اللي بتعايرها دي أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها إذا لم تتب وكمان تستسمح الأخت دي أم الولد تستسمحها أن هي خلاص ما فيش حاجة، وإلا سيبتليها الله سبحانه وتعالى من جنس ما عيرت به غيرها. تمام. السؤال الثاني كان عن حماتها برضو، العلاقات تقريبا كده بتقول أنها بتخدمها والمعاملة بتكون سيئة يعني. هو الأصل أنه طبعا ده بنقوله دايما أنه لا يجب على المرأة أن تخدم حماتها ولا حماها، لكن إذا فعلت هذا فهذا من باب البر، من باب الإحسان، من باب حسن المعروف، من باب المعاشرة بالجميل. على الحما أنها تقول لها كلمة طيبة، على الحما أنها تقول لها تسلم إيديك يا بنتي، لأنها مش ملزمة. صحيح. على الحما أن هي تسمعها كلاما طيبا وتشكرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، أقل حاجة تقول لها جزاك الله خيرا أو كتر خيرك أو تشكري، مش أن هي تقابل المعروف بالإساءة أو بعدم الإحسان. البنت بقى لو هي برضو في تتمة للسؤال، لو هي حابة تقول أن أنا لو كل ما أروح بيحصل كده وهي مش عايزة تروح، أنا بقول لها ما تروحيش. تمام تمام. ربنا يكرمك يا دكتورة، استأذنك. بنقول بقى ليلة النصف من شعبان لو هنستثمرها صح، أكيد دكتور أحمد يشرح كل التفاصيل نستثمرها إزاي وخصوصا في عمل الخير، ولذلك سقيا الماء بتقدم لنا أعمال كثيرة في عمل الخير ممكن نساهم ونشارك فيها، وربنا يكرمنا جميعا. زي على سبيل المثال وقف النخيل، هنشوف ليه الموضوع مهم جدا ونرجع نكمل معكم في دنيا ودين. في مؤسسة سقيا الماء أبواب الخير كتير، شارك معانا في خير عظيم في أكبر مشروع خيري للصدقة الجارية وقف النخيل، اللي ريعه دخله هيصرف على كل أبواب الخير. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. المكان اللي احنا واقفين فيه ده هو ده الواقع بتاع ضرب المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى ضرب به المثل. احنا واقفين دلوقتي في أرض كلها شجر طيب. حضرتك لما بتعمل فسيلة نخل وبتبشر بعد 3 سنوات تقريبا، واللي بيعود منها بيعود على الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين، حسنات جاريات. مؤسسة سقيا الماء بتدلك على الحسنات الجاريات. يعني هو تبرع بنخلة، هو تبرع بصك نخلة ب5000 جنيه، وربنا سبحانه وتعالى أكرمه بأنه جنب النخلة يعتبر 3 نخلات. يعني 5000 جابوا له كام؟ جابوا له 15. يعني النخلة أصبحت كام؟ 4 نخلات. يعني النخلة رعها والأربع والثلاث نخلات اللي جنبها ده في ممكن توصل 4 فسائل و5 فسائل و6 فسائل، والناس اللي قايمة على المشروع هنا قالوا لا ممكن توصل ل7 فسائل النخلة الواحدة. كن انت حريص على الحسنات الجايات، كن انت حريص على أن تستبق الخيرات، كن انت حريص على أن تسع إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض، كن انت حريص على أن تكون في الخير دائما، كن انت حريص على أن تدل على الخير دائما، كن انت حريص على تكون إيدك في إيد مؤسسة سقيا الماء في هذا الوقف الإسلامي. أكثر من 114 فدان، حط ايدك في ايد مؤسسة سقيا الماء ودل على الخير مع اخواتك ومع احبابك ومع عيلتك علشان تعموا الارض الجميلة دي. جينا الوادي بمشروع عليكم بمساحة فدد هيغطي نخل الوقف اللي في اراضيكم للأسر المحتاجة يقضي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هكذا يكون الخير مع رب الخير ومع أهل الخير وفي فعل الخير. شاركوا وساهموا وضعوا بصماتكم في هذا الشجر الطيب، في هذه الأرض الطيبة، مع المؤسسة الطيبة، مؤسسة سقيا الماء. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. سقيا الماء بتمد ايديها للملهوف يطمن بيها، للمسكين محتاج لمساعدة مهما تكون لازم يلاقيها. ايدكوا معانا يا أهل الخير، حط الصدقة في كف فقير، نرفع حزن وهم ودين ونشيل عنه
كبير. ومن ضمن كوافر الخير ان السنه دي الحمد لله ربنا وفقنا في مؤسسه سقيا الماء ان احنا نكون ايدينا في ايد بعض عشان نقدر نوصل ل 30,000 اسره على مستوى محافظات مصر كلها نقدر نفرحهم. النهارده احنا في قافله جديده او في خير جديد في محافظه مطروح ب 1500 كرتونه ل 1500 اسره هنقدر نفرحهم النهارده، وبرده هنعرض لحضراتكم محتوى الكراتين ونشوف المحتوى اللي جواها والانواع اللي جوه الكرتونه نفسها عشان تكون مطمن حضرتك ان الكراتين بالفعل راحت لمستحقينها ودخلنا السرور في قلب المسلمين. دمتم فاعلين الخير دايما معانا. خير وبيتجدد في رصيدك وثواب كل دقيقة وثانية، وثواب كل دقيقة وثانية. سقيا الماء حلم بدأنا. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. بنقول النهاردة بإذن الله ليلة النصف من شعبان. الواحد اتربى على كلمة يقول لك إيه؟ النهاردة بنحتفل بليلة النصف من شعبان. طب يعني إيه بنحتفل؟ وكيفية الاحتفال إزاي بليلة النصف من شعبان؟ وزي ما قال كده دكتور أحمد علوان، في حاجات مهمة جدا لابد اللي إحنا نستثمرها. وأول ما تكلم بص في ساعته، معنى كده إن الوقت بيكون بسيط، مش قدامك شهر بقى وتحتفل براحتك وتتكلم براحتك او ايا كان اللي ممكن هتعمله في ليله النصف من شعبان. اتكلم في اول شيء اهميه الدعاء. والتقرير شغال بيقول لي في حاجات كتير جدا في العباده لابد لازم نستثمرها في ليله النصف من شعبان. ايه هي؟ اكيد هتعرفوها من دكتور احمد علوان من علماء الازهر الشريف. يلا بيك دكتور. الله يبارك فيك دكتور محمد. اتفضل يا دكتور. احنا عايزين يعني زي ما حضرتك قلت في اول الحلقه نشد الحزام، وزي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان يشد مئزره وكان يحيي ليله وكان يوقظ اهله، كنايه عن انه لازم يبقى فيه همه عاليه، كنايه عن انه احنا لازم ناخد بالنا ونركز قوي في الليله دي. احنا عندنا مثلا حوالي 11 ساعه او 12 ساعه بغروب شمس اليوم، يعني بعد ساعه تغرب الشمس معانا لحد اذان فجر الاحد اللي هو الساعة 5. عاوزين نغتنم. أنا مش هقولك إنك تقعد من 5 لـ 5 تقعد تقيم الليل، لا، أنت بس اجتهد كده، اجتهد تصلي ركعتين، اجتهد تقرأ لك جزء، اجتهد إنك تدعي ربنا سبحانه وتعالى، اجتهد إنك تقول مثلا 1000 ذكر أو 1000 استغفار أو تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لو عملت ده يبقى أنت فعلا أدركت ليلة النصف من شعبان. ليه بقى؟ لأنه أنت يعني ما أنتش يعني حتة إنك تاخد الليلة كلها لم يقل بهذا أحد، وهذا قد يشق على كثير من الناس. جميل. يعني ايه أدركت ليلة النصف من شعبان؟ يعني فزت بليلة النصف من شعبان. تمام. بمعنى انا مثلا لو انا صائم النهارده فحفطر، اصلي المغرب وبعد كده افطر وبعد كده اقعد شويه يدخل العشاء، اصلي العشاء، بعد العشاء بقى انا لو خدت ساعه ولا ساعتين كده في اول الليل ماشي، او ان انا جزأت مثلا نمت بعد العشاء او نمت بدري وظبطت المنبه بتاعي فصحيت قبل الفجر بساعه ولا بساعتين، يبقى انا كده ادركت ليله النصف من شعبان. تمام. المهم ان انا اخد جزء من الليله. أيوه. اخد جزء من الليله اوزعه على قراءه قران، اوزعه على قيام ليل، اوزعه على ذكر، اوزعه على دعاء، يبقى انا عندي 4 حاجات هعملها في ليله النصف من شعبان النهارده. أيوة. الليله دي الناس تركز قوي، الـ4 حاجات دول نعملهم: دعاء، قراءه القران. أيوة. قيام الليل، الاذكار مع الاستغفار، والدعاء. ليه الدعاء؟ طبعا لان الدعاء في هذه الليله مستجاب كما جميل. قال ابن عمر وكما قال الامام الشافعي رحمه الله. عندنا قيام ليل، هو الليل اميز عباده في أن تقوم الليل. صحيح. وبالأسحار هم يستغفرون. خدت بال حضرتك؟ إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يبقى احنا قلنا الدعاء، نركز في الدعاء. أيوة. قوي قوي قوي. تمام. الدعاء الليله دي مستجاب. 1 2 قلنا قيام الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. 3 الدعاء، أن الاستغفار. تمام. قلنا دعاء، قيام ليل، الاستغفار. استغفار ده يا دكتور محمد، طبعا احنا عندنا الأعمال أو التقارير السنوية بترفع في شهر شعبان. تمام. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام سأله لما سأله سيدنا أسامة بن زيد أنت ليه بتصوم في شعبان أكتر شهر بتصوم فيه بعد رمضان؟ نعم. هو شعبان. قال شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. تلاقي الناس دلوقتي في الأسواق عمالة اللي بيشتري أكل واللي بيشتري يميش واللي بيشتري مكسرات واللي بيأمن نفسه وبيخزن
يغفل الناس في هذا في هذا الشهر. تمام. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أنت عاوز عملك بقى يترفع، أنت عاوز إيه اللي يترفع لربنا سبحانه وتعالى؟ الأعمال بترفع في شهر شعبان في أي يعني العشر الأوائل في المنتصف، أخفاها الله سبحانه وتعالى. ليه؟ مش معروف يعني ليه؟ يعني ما نقولش ليلة النصف من شعبان بترفع فيها لا الأعمال. لا قال وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وما كانش بيصوم ليلة النصف من شعبان. أيوه. وكان بيصوم بالنهار، وكان بيصوم أكتر الصيام، وكان بيصوم في شعبان لدرجة أنه كانوا بيقولوا أكتر، يعني لدرجة كانوا بيقولوا أنه يعني نظن أنه كان يصوم الشهر كله صلى الله عليه وسلم. خدت بال حضرتك؟ يبقى أنا حابب عملي يرفع، طب أنا عايز أجتهد بقى عشان لما الملائكة ترفع لربنا سبحانه وتعالى حاجة يرفعوا لي قيام، يرفعوا لي قرآن، يرفعوا لي أذكار، يرفعوا لي استغفار، يرفعوا لي دعاء، هذا كله يرفعه إلى الله سبحانه وتعالى. جميلة دكتورنا. طيب الناس هتسمع الرشدة والنصيحة اللي حضرتك بتقدمها اللي هو كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى في استغفار ودعاء وقيام ليل وصلاة وعبادة وكله تمام التمام. حد شغال بالشكل ده في حين انه مزعل ابوه، مزعل امه، مزعل خالته، مزعل عمته، مزعل خاله، العلاقات بينهم ما بيكلموش بعض والكلام ده، واستاذ بقى في العباده تمام لكن العلاقات يعني الامور صعبه، اكيد هنجاوب على السؤال. طيب. لكن استاذنك ونروح نشوف سقيا الماء بتقدم لنا ايه ونرجع نكمل معاكم في دنيا ودين. هو كل واحد فينا بيبقى فيه خير كبير، الخير ده هو عايز يساعد بيه اللي حواليه، عايز يساعده، عايز يخلي حياته أحسن. كلنا عندنا الحتة دي، مسؤولية تجاه الآخر دي موجودة فينا كلنا. فكل واحد فقط بيقف عند نقطة معينة، أساعد مين؟ مين المحتاج المساعدة؟ وإمتى وفين؟ مؤسسة سقيا الماء بتوفر لك التلات عناصر. مش بس كده كمان، الحقيقة فكرة إن أنت تعمل مشروع وريعه يطلع لوجه الله، وبدل ما أنت هتتبرع النهاردة بمبلغ، المبلغ ده هينتهي عند هذا الشخص في هذه المساعدة، لا، المبلغ ده هيخش في مشروع بتجارة مع الله عز وجل يكبر وريعه الشهري والسنوي يكون لوجه الله. فكر الخير واسع وأهل الخير كتير، مؤسسة سقيا الماء نجحت في هذا الموضوع. بصداقتك وزكاتك مع سقيا الماء هتوصل المية لكل محتاج. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. زي ما قال كده الإعلامي المحترم أستاذ تامر شلتوت إن الخير موجود، وده بتقدمه سقيا الماء وغير سقيا الماء، وفي بيوتنا كده بتلاقيك ناس كتير جدا بتلاقيك بتتعامل مع جيرانك ومع اهلك والكلام ده، فالخير مش قاصر على حد. لكن فكره احيانا انت ما تعرفش توجه فين الصدقات او الزكاه بالنسبه لحضرتك، او عايز تعمل حاجه معينه، فسقيا الماء بتوفر لك كل الكلام ده، بتوفر لك حفر ابار، بتوفر لك توصيل مياه، مشروع زي وقف النخيل، زي وقف الزيتون، حاجات كتيره جدا ممكن تساهم وتقف مع اهالينا في غزه، وخصوصا ان هم عاملين حمله جميله لاهالينا في غزه، ربنا يحفظهم وينصرهم اللهم امين. كل اللي عليك لو عايز تساهم في عمل خير تقدر تكلم سقيا الماء من خلال الارقام اللي موجوده امام حضراتكم على الشاشه. قبل الفاصل كان سؤال مهم جدا، كان دكتور احمد علوان بيقول لابد ان احنا يعني نشد الحزام ونستثمر الليلة النهاردة ليلة النصف من شعبان، أن نستثمرها بالدعاء وبالاستغفار وبالعبادة وقيام الليل وحاجات كتيرة جدا ممكن نتكلم فيها. لكن فكرة واحد مهتم بكل الكلام ده وبينفذ كل الكلام ده لكن علاقته مع أبوه سيئة، مع أمه سيئة، أصلهم خاص مع عمته، أصلهم خاص مع خالته، أصل مع أخوه ما بيكلموش، العلاقات الناس القريبين مننا جدا كده تلاقيك مهتم بالعلاقات أو بالعبادات لكن في حين العلاقات عليها علامات استفهام. أكيد دكتور أحمد علوان هيجاوب على السؤال، فضل دكتور. الله يبارك فيك يا دكتور محمد. أنا عايز أحط عنوان للكلام اللي حضرتك بتقوله، بيقول إن ديننا عبارة عن عبادة للخالق وحسن معاملة للخلق. تمام، عبادة للخالق وحسن معاملة للخلق. جميل. مش إن أنا بتعبد لربنا سبحانه وتعالى، بصلي، بقيم ليل، بقرأ قرآن، بصوم، بتصدق، بعمل، وعلاقتي بولدي أو بوالدتي متوترة، مضطربة، مرتبكة، مش حلوة، بيدعو علي. خلي بال حضرتك، الذي يقيم علاقته مع الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه أن يقيم علاقة طيبة مع الناس. وأول حد بعد ربنا سبحانه وتعالى والده ووالدته، والده ووالدته. لأنه كمان في نقطة مهمة، الله سبحانه وتعالى لا يقبل عبادة الابن إلا إذا رضي عنه أبوه ورضيت عنه أمه. لا إله إلا الله. يبقى إذن بر الوالدين شرط من شروط قبول العبادة. جميل. لما ربنا سبحانه وتعالى قال أنشكر لي
ولوالديك. طب انت شكرت ربنا ولم تشكر لوالديك، اذا شكرك لله غير مقبول. زي واحد ايه قال لك انا بصلي بس مش هزكي، ربنا قال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. ما عندناش ازدواجيه في ديننا، احنا عندنا توازي، عندنا ده زي ده، يبقى انا اقمت الصلاه اادي الزكاه اذا وجبت علي. خلاص كده. واحد ثالث قال انا اطيع ربنا بس مش هطيع النبي، نقول له غير مقبول، او اطيع النبي وما اطيعش ربنا غير مقبول. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ثلاثه مقرونه بثلاث، عملت واحدة وما عملتش تانية غير مقبول. قال تعالى أنشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه إكس. تمام. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤدي الزكاة إكس. إكس. تلاتة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول برضو إكس. لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه أنت لازم تبقى فيه توافق. خلاص. طيب ده مع والده مع والدته، طب هو كويس مع والده مع والدته، فما دي نقطة مهمة. طيب حد بيتفرج علينا يقول لك يا دكتور أحمد أنت لو سمعت قصتي هتقول والله لا تعبري لا أبوك ولا أمك. تمام. أصل أبويا غلط فيا، أصل أمي غلطت فيا، أصل صغروني، أصل قللوا مني. كلام كتير ممكن حد يبقى محتاج يقول الكلام ده، وبناء عليه يقول لك أنا مش هكلم لأبويا ولا أمي. نحن مطالبون بالبر أم بالعقوق؟ تمام. بالبر. مطالبون بالبر. تمام. وهو مطالب بالبر أم بالعقوق؟ بالبر. مطالب بالبر، لأن زي ما في عقوق للآباء في عقوق للأبناء. جميل. أنا كابن مطالب بالبر، أجازى على بري لأبويا وأمي. تمام. وأعاقب على عقوقي لأبويا وأمي. طب أنا أبر أبويا وأمي حتى هم لو جايين عليا؟ قال لما سئل النبي قال وإن ظلماه، قال وإن ظلماه. تمام. لو حتى أبوكم مجوم عليك أنت برضو هتتقي الله سبحانه وتعالى فيهما. ولذلك بعض السلف يقولك نحن نطيع الله في من عصاه فينا، احنا هنطيع ربنا في اللي يعني انا مثلا ابويا وامي مش كويسين معايا بيعصوا ربنا فيا، لكن انا هطيعهم لان ربنا سبحانه وتعالى قال ووصينا الانسان بولديه احسانا، ووصينا الانسان بولديه حسنا، ووصينا الانسان بولديه حملته امه وهنا على وهن، ثلاث مرات يقول ووصينا الايه الانسان. جميل. على الرغم ان احنا مش محتاجين وصايا. أيوة. خدت بال حضرتك؟ طيب هو بينه وبين والدته او بينه وبين والده العلاقه كويسه. تمام. طب بينه وبين قرايبه. أيوة. بين اخواته بين الجيران بين زمايله، نقول له ابدا بالسلام وارفع ده، ما يقللش مني شوية؟ لا. ما ينزلش من كرامتي شوية؟ لو واحدة تروح تكلم حد مثلا بنت خالتها أو بنت عمتها أو هقول لحضرتك مثلاً، هقول لحضرتك على نقاط مهمة جدا ممكن تبقى جديدة للناس، عشان ده عامل لبس عند ناس كتير. تمام. يقول لك أنا اللي اتغلط فيا إزاي أنا أروح؟ ما قلتلكش أنت عامل ده. أيوة. ده رقم واحد. رقم اتنين هو غلط فيا وبيحاول يسترضيني. أيوة. بس أنا قلبي مقفول من ناحيته. بقول لك ما تعملش ده. طب يعمل ايه؟ ما خلاص، لان القلوب بايد ربنا سبحانه وتعالى. تمام. وبعدين لما يجي واحد مثلا يغلط فيك او واحد يجي عليك قوي او واحد يقع في كذا او يحد، فانت ما انتش قادر انك ممكن تسامحه بعد سنه بعد اتنين. فالقلوب دي بالنسبه يعني زي ما بيقولوا كده ايه، مش بايدي ان انا يعني مش بجهاز اعمل اون وجهاز اعمل اوف. خلاص. تمام. مش بتاعتي. طيب. انا نفسي وعاوز بس خلاص. طيب واحد ايوه يقول لك وخيرهما من يبدا بالسلام. وخيرهما الذي يبدا بالسلام. بص يا دكتور محمد، على حسب المشكله. تمام. الامور بسيطه والامور. أيوة. ممكن نعديها، والامور بكلمه وهو بيكبر الصغير. خلاص يبقى انت اللي ايه تعنت في ده. لفظ المشاحن بقى في الحته دي تحديدا يبقى ايه؟ لفظ المشاحن في الموضوع ده اللي هو يعني في ناس بتحب الطغينه. تمام. هو انا ما قصدتش ان انا يبقى فيه بيني وبين حد حاجه. لكن هو واحد متعود ان هو يخاصم الناس، متعود ان هو يفجر في الخصومه. الخصومه ممكن نتجاوزها وفي ناس تدخلت علشان تصلح، لكن هو يقول لك لا، اللي هو موضوع الانا والذات والانانيه والاثره وحب الذات، لا. لكن انت بتحاول. جميل. انك في نقطه مهمه برضو نختم بها في النقطه دي، انه مثلا في مشكله بيني وبين حد وانا بحاول ان انا استرضيه وهو قافل الباب، هل انا كده ربنا سبحانه وتعالى مش هيغفرني؟ نقول له لا، طالما انك حاولت. تمام.
دي نقطة جميل. برضو مهمة جدا. ربنا يكرمك يا دكتور أحمد، استأذنك وبنقول بقى يعني أهمية استثمار ليلة النصف من شعبان نتكلم فيها أيضا دكتور أحمد علوان. عمل الخير سقيا الماء بتقدم لنا النهاردة فكرة حفر الأبار، الموضوع ده مهم جدا لحاجات كتيرة جدا هنعرفها، ولكن بعد الفصل. أهلا بيكم مشاهدين، عايز أقول لكم أن أنا موجودة دلوقتي في مكان يعني أكيد عمري ما كنت أتخيل ولا أتوقع أن أنا هوصل لمكان زي هنا في وسط الصحراء كده، فيوش أي حياة نهائي لحد لما وصلنا في المكان ده. وزي ما حضراتكم شايفين كده كل البيوت اللي ورايا دي، البيوت دي محتاجة، كل بيت محتاج بير، بير عشان يقدر يشرب منه ويقدر يأكل منه. فعلا أهالي مطروح هنا كم المعاناة اللي احنا بنعيشها لما بننزلهم الأبحاث معانا، بنلاقي فعلا ما عندهمش أي سبيل للمية إلا بير تخزين الأمطار. يعني محتاجين نعمل أبار عشان نجمع الأمطار عشان الناس دي تستفيد من المطر ده. كل واحد هيساهم، كل واحد هيشارك، هيكون في ميزان حسناته في مؤسسة سقيا الماء. سقي الماء صدقة عظيمة من الصدقات، هتكون في ميزان حسناتك، لكن ساهم وشارك معانا، سارع بالمشاركة، سارع بالمساهمة عشان نقدر نجمع المية، عشان نقدر نجمع الأموال، عشان نقدر نعمل الآبار. فالناس لسه محتاجة والله، الناس بتعدي تقول احنا عايزين بير، ما تنسوناش اعملوا لنا بير، عاوزين بير جنبنا، احنا محتاجين آبار. فالخير لن يصل إلى هؤلاء إلا من خلالكم أنتم، فتعاونوا وادعموا وتواصلوا مع مؤسستكم الرائدة في الماء وفي سقي الماء، مؤسسة سقي الماء، حتى نحفر الآبار هنا لأهلنا في مطروح. اتصل وما تبخلش انك انت تتبرع ولو بسهم، مش لازم تتبرع بالبير كامل. احنا الآبار عندنا هي نوعين، في آبار 25,000 جنيه دي 60 متر، وفي 35,000 100 متر، وممكن بأسهم حتى لو 1,000 جنيه تكون سبب في إسعاد أهالينا في مطروح هنا والأطفال كمان. يعني أتمنى أن احنا نعرف نصور كم الأطفال اللي بنشوفهم في مطروح هنا، بنلاقي قد إيه المعاناة وقد إيه الفرحة لما بنعملهم البير ونيجي نفتتحه معاهم، بيبقوا فرحانين إزاي إن هم قدروا يشربوا، مش هيمشوا 2 و3 و4 كيلو لمكان علشان يجيبوا شوية مية اللي هي مية اليوم بس. فالنهاردة حضرتك تقدر تشارك عن طريق الأرقام دي وتتصل دلوقتي وتقول أنا عايز أساهم في بير أو عايز أعمل بير لأهالينا في مرسى مطروح. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. أول مرة شفت فيها الماء بتوصل للناس حسيت إن مدى نعمة ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان، إن أنت عندك مية وعندك حنفية، والناس ديت منتظرة نفسها في حنفية تعيش عليها وتبني حياتها عليها. والحقيقة ده كان إحساس، يعني كان مزيج من إحساس بالسعادة إن أنت بتشوف خير بيوصل لأهلينا، الناس محتاجة في نفس الوقت، وإحساس آخر إن أنا ما كنتش مصدق إن في بعض من الأهالي إن المية بالنسبة لهم عامل بالشكل ده. يمكن من كتر ما احنا اعتدنا على المياه في بيوتنا وكنا فاكرينها هي نوع من انواع المسلمات، بالنسبه لهم هي اساس الحياه ومقدرينها جدا، ويوم ما بتوصل لهم بيبقى بالنسبه لهم فرح. بصدقتك وزكاتك مع سقي الماء هتوصل المياه لكل محتاج. مؤسسه سقي الماء. حياتنا كلها مشاوير، في مشاوير بنحب نروحها ومشاوير تانية مجبرين إننا نروحها. الناس دي عشان تعيش لازم تمشي المشوار ده أكتر من مرة كل يوم. ساعدونا نوصل لهم المية لحد بيوتهم. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. زي ما شفنا يعني حفر الأبار بتقدمه النهاردة سقيا الماء، تكلفة حفر البير حوالي 25,000 جنيه. حضرتك أيا كان إمكانياتك عايز تساهم تقدر تكلم سقيا الماء. جانا في الفاصل سؤال صعب جدا، بيقولوا لي في الكنترول إن في حد يكلمهم وبيقول لهم أنا أولادي مش قادر أسامحهم على اللي هم عملوه. أكيد دكتور أحمد علوان هيجاوب على هذا السؤال، تفضل يا مولانا. لو هم جم عليه قوي وقسوا عليه وأهملوا وأثروا في حقه خلاص، يعني أصلي زي ما قلنا من شوية إنه لما في ما يجيش مثلا واحد داس عليا، واحد أهملني، أو واحد وقع في عرضي، أو واحد أساء إليا، واحد شتمني، واحد ويجي يقول لي أنا عايزك تسامحني أو عايزك تعفو عني، تبقى حياتك
قد هذا متفاوت ما بين البشر. تمام. في واحد ممكن يقبل، وفي واحد ممكن ما يقبلش من اول مره ولا من ثاني مره، ممكن يبقى من ثالث مره، وفي واحد لا، حتى لو موضوع تافه وبسيط هو الموضوع مقفول عنده. واقول لك اولادي مقاطعيني تقريبا، يبقى معاه حق. يبقى معاه حق، لانه الاصل ان الاولاد يبروا ابوهم ويبروا امهم، ما يقصروش معاهم. طب احنا في المنطقه دي تحديدا انا مقتنع 100%. طب ايه المطلوب؟ ايوه المطلوب ان هم بطريقه او باخرى يسعوا لاسترضائه. تمام. بكل الطرق. مش بكل الطرق. ليه؟ لانه لو مات الاب وهو مش راضي عنهم. أيوة. دي حاجه يعني كارثه طبعا، نذير مش حلو. ولذلك هم حسوا بالذنب، يبقى كويس، يبقى ده انت حسيت بالذنب. حسيت بالذنب تعمل ايه؟ تتوب الى الله سبحانه وتعالى، يا رب اغفر، ويدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يجعل فيه سبب كده ان بابا او والده يقبل منه. تمام. ويجي من ناحيته. أيوة. شويه فيروح يزوره، اللي كان مقصر فيه يحاول ان هو يعوضه، يجيب له هديه، يشوف مثلا في دخله مثلا رمضان محتاج ايه، دخله العيد محتاج ايه. عندما يرى الاب او اي انسان هذا الاهتمام اكيد في حاجة هتتغير وتبقى أحسن. جميلة دكتورنا، نرجع بقى لموضوع الحلقة، يعني كيفية استثمار ليلة النصف من شعبان. تفضل. احنا كنا بنقول أربع حاجات في الروشتة اللي احنا قلناها. أيوة. قلنا قيام ليل، واحد، اثنين قلنا استغفار، ثلاثة الدعاء. تمام. أربعة قراءة القرآن. جميل. الأربعة دول احنا عايزين نركز فيهم النهاردة بإذن الله. النهاردة أذكار. أذكار سبحتك معاك ما تقلش عن 1000. تمام. النهاردة الليلة دي عاوزين 1000 ذكر. 1000 ذكر يعني بالكتير قوي، بالكتير قوي نص ساعة. تمام. عاوزين أقل حاجة جزء من القرآن. برضو هياخد منك نص ساعة. كويس كده؟ تمام. احنا بنعمل رشدة سهلة وجميلة. أيوة. يبقى أنا قلت أذكار نصف ساعة. أيوة. قراءة قرآن جزء نصف ساعة. دعاء. دعاء 10 دقايق ربع ساعة. استغفار. ومش عاوزين تنميق ولا تزويق ولا اللي على لسانك قوله. جميل. خلاص كده؟ أنا واحد ما بيعرفش يقرأ ويكتب اللي مثلاً. على لسانك قوله. تمام. الله سبحانه وتعالى لا ينتظر منا حسن، إنما ينتظر منا حسن القلب وليس حسن جميل. تزويق الكلام. أيوة. قرآن قلنا، أذكار قلنا، دعاء استغفار وقيام ليل. تمام. قيام ليل قلنا قراءة قرآن نصف ساعة. أيوة. دعاء 10 دقايق أو ربع ساعة. استغفار الليل، الأذكار نصف ساعة. عندنا قيام الليل. جميل. قيام الليل أنا برضو حد الناس كده بعض الإيه الحاجات كده يعني تفيدهم وتنفعهم. ومضات. في ليلة نصف من شعبان أو في غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود وغيره قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. تمام. سورة زي سورة العاديات 11 آية. تمام. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، قسمها على ركعتين. لو أنا قرأت بيها في ركعتين بعد صلاة العشاء أو قبل الفجر أو قبل ما نام لم أكتب من الغافلين، ويكتب لي قيام ليل، لأن أي صلاة بعد العشاء فهي قيام. لم يكتب من الغافلين، وكأن معناه كتب من الفائزين والمذكورين عند ربنا سبحانه وتعالى. تمام. انت خلاص ما انتش غافل. أيوة. انت حد مصحصح، انت حد منتبه. صحيح. انت حد بتحاول تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. طيب نكمل الحديث. أيوة. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. الله الله، ما هو علو بقى. أيوة. ما هو الهمم بقى. احنا عايزين همتنا، انت همتك عند 10 آيات في 5 دقايق تصلي بيهم، ولا همتك عند 100 آية تصلي بيهم في ربع ساعة؟ وبرضه هقول لك ممكن تقرأ بإيه، ممكن في الركعة الأولانية تقرأ بسورة القلم 52 آية. وفي الركعة الثانية تقرأ بسورة الحاقة 52 آية. تمام. طيب هو أنا ينفع أمسك المصحف وأنا بصلي؟ ينفع. طيب بلاش مصحف، ينفع أمسك الموبايل اللي عليه القرآن؟ ينفع. المهم أنك تقرأ بالمئة آية في الركعتين، تقسمهم على ركعتين. تمام. ممكن احنا قلنا القلم في الأولى والحاقة في الثانية، أو سورة الواقعة في الركعتين، لأن سورة الواقعة 96 آية، وضيف عليها سورة الإخلاص 4 آيات، هيديك المئة آية. كتبت من القانتين، يعني الناس اللي هي مقيمة على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وهمتها عالية. حاجة ثالثة وأعلى بقى. أيوة. ومن قام بألف آية. ألف آية، جزء تبارك وجزء النبأ.
آخر جزئين، جزء 29 وجزء 30، آخر جزئين في المصحف يعملوا لك 1000 آية. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. شوف لما أقول لك خد إمطار، إمطار يعني إيه؟ حاجة كبيرة قوي، صحيح، ثواب كبير قوي من ربنا سبحانه وتعالى. يعني هنقول بلاش العشر آيات عشان ديت يعني إيه كده، خلينا ولا بلاش ألف آية، خلينا في خير الأمور الوسط. تمام، النهاردة عايزين نقيم الليل بالمئة آية. صعب؟ مش صعب، مش هياخدوا منك 10 دقايق او اقصى حاجه ربع ساعه، يا اما القلم او الحاقه او سوره الواقعه في الركعتين. كل زوج وكل زوجه يا ريت يعملوا ده. كمان ده الزوج لما يساعد زوجته او الزوجه تساعد زوجها وتفرش له السجاده وتقول له يلا نصلي وعايزين نصلي ونعمل زي اللي قاله الدكتور احمد. أيوة. والدكتور محمد في الحلقه، شوف سيدنا النبي يقول ايه، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته. الله، رحم الله، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته. يبقى رحمة ربنا بتتنزل على كل زوج عاون زوجته أو العكس على قيام الليل. جميل يا دكتور أحمد، ربنا يحفظك ويكرمك بالكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله. وأستأذنك ونستأذن الناس اللي اتفرجوا علينا الغاليين، هنشوف سقيا الماء بتقدم إيه ونرجع نكمل معكم في دنيا ودين. المؤمن ينبغي أن يذهب هو إلى الخير ولا ينتظر حتى يأتي إليه الخير. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالمؤمن يسارع ويبادر ويسابق وينافس كما وصفه رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه. فإذا أردت أن تكون من السابقين فسابق، فمن سبق في الدنيا سبق في الآخرة. صدق الله حين قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. بصدقتك وزكاتك مع سقيا الماء هتوصل المية لكل محتاج. فكرة عمل الخير في وقت مهم جدا، أعتقد الثواب بيكون عظيم، خصوصا لما بنقول ليلة القدر مثلا، ليلة النصف من شعبان، في ليلة الجمعة، في أيام كده معينة بيكون فيها أوفرز أو عروض إلهية أو ربانية لابد اللي احنا نستثمرها. دكتور أحمد علوان بيقول نعمل إيه النهاردة؟ مش بكرة ولا بعده ولا مبارح، لا النهاردة بعد المغرب مباشرة لحد الفجر بإذن الله. بيدينا رشوتات، الرشوتات ديت مين اللي كاتبها أو مين اللي قالها؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. تفضل يا دكتورنا الغالي. احنا اتكلمنا عن 4 حاجات. تمام. وهركز في ال4 حاجات دول: قيام ليل، قراءة قرآن، ذكر واستغفار، ودعاء. الحاجات دي لنفسي ولا لحد تاني؟ ايوه، لنفسي. قيام الليل هيعود لي انا، الاذكار لي انا، الاستغفار لي انا، الدعاء لي انا. صحيح. زي ما احنا اهتمنا بنفسنا عايزين نهتم بغيرنا. يبقى نعمل ايه؟ نتصدق. أيوة. نتصدق. ننفق. ندخل السرور على قلوب الناس، نجبر بخواطر الناس كما جبر الله خاطر نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان. النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد يقلب وجهه وبصره والسلام ونظره في السماء، عاوز إيه؟ عاوز يتجه إلى قبلة أبيه إبراهيم. أيوه. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الله. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. جبر الخواطر. جبر الخواطر. الله جبر بخاطر نبيه عليه الصلاة والسلام. نريد أن نتعلم كيف نجبر بخواطر الناس. لأنه اللي بيجبر بخاطر حد الله سبحانه وتعالى يجبر خاطره. الله. الله. الله عز وجل يجبر خاطره. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. شوف فضل ربنا. أيوة. مش دنيا، قال لك لا انت محتاجها ليوم القيامة. يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والآخرة. انت متخيل دكتور محمد؟ أيوة. المكافأة بتيجي من ربنا سبحانه وتعالى مزدوجة. صحيح. المكافأة بتيجي غير متوقعة. المكافأة بتيجي بزيادة، مش اللي هو هتمشي خطوة هديك خطوة وبالها واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، واحد زائد واحد عند ربنا سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة. الله الكريم. أضعافا كثيرة. تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. أيوة. تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا.
ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله. إنه الكريم سبحانه وتعالى. صحيح. إنه الودود سبحانه وتعالى، إنه الوهاب سبحانه وتعالى، إنه المعطي سبحانه وتعالى، إنه الحنان سبحانه وتعالى، إنه المنان سبحانه وتعالى. أنت عاوز خير، اعمل خير. صحيح. إن عزمت فبادر. أيوة. وإن هممت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر. نقولها تاني. أيوة. إن عزمت فبادر. أنا عاوز أدخل الجنة. طب ما أنت تعمل حاجة عشان تخش الجنة. أيوة. وأنا أنا السماء لا تمطر ذهبا ولا فض، يقول لك ادعي لي ربنا يكرمني بشغل، وهو لم يسعى على شغل. صحيح. هيجي لك الشغل منين؟ يبقى أنت عاوز الجنة، اعمل حاجات تدخلك الجنة. تمام. ما هي سلعة، مش دي سلعة؟ ألا إن سلعة الله غالية. أنت عاوز تشتري السلعة، مش لازم يبقى معاك فلوس عشان تشتريها. طب انا عاوز اشتري الجنه، اعمل حاجات تدخلك الجنه. صحيح. ربنا يكرمك يا دكتورنا. الله يبارك فيه. بنقول زي ما اقول كده دكتور احمد علوان، النهارده نستثمر ليله النصف من شعبان. طيب انت العبادات هتقوم بيها الصدقه، احيانا بقى الواحد مش عايز يخرج او يروح او يجي والكلام ده، تقدر تكلم سقيا الماء وانت قاعد في مكانك. طيب. في بيتك من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه، هم يبعتوا لك المندوب ويقول لك اللي انت عايزه وهينفذوه اكيد باذن الله. هنشوف اعمال سقيا الماء. بنقول كراتين رمضان كل عام وحضراتكم بخير، بنقول وقف الزيتون، النخيل، حفر ابار، وصلات مياه، حاجات كتيره جدا بتقدمها سقيا الماء. هنشوفها مع بعض ونرجع نكمل معاكم في دنيا ودين. سقيا الماء حلم بدأنا، والنية كانت لله، عاوز أقول لك دايما إن شهر شعبان، وطبعا ده شهر يعني اللي بترفع فيه الأعمال وأعمال الخير كلها مطالبين بيها كلنا، وكل اللي بيشوفنا دلوقتي نتصرف على أساسها. موجودين النهاردة عشان نروح لأهالينا الطيبين، نأكد ليهم رسالة إيجابية جدا من مؤسسة سقيا الماء، ألا وهي الدعم والتكافل. علشان كده كنا موجودين النهاردة، عشان ربنا يجعلنا فقط مجرد سبب نروح لأهالينا الطيبين في شهر كريم زي شهر شعبان، ونقول له كل سنة وانت طيب. مؤسسة سقيا الماء قلنا أكتر من 20,000 كرتونة هنروح ليهم لغاية البيت. حبيت النهاردة أبدأ معاكم من هنا، من مقر مؤسسة سقيا الماء. سقيا الماء بتمد إيديها للملهوف يطمن بيها، للمسكين محتاج لمساعدة مهما تكون لازم يلاقيها. اتكوا معانا يا أهل الخير، حط الصدقة في كف فقير، نرفع حزن وهم ودين ونشيل عنه حمل كبير. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. مشرعنا في وقف الزيتون، خطوة البكرة الأجل يكون، خير يمتد اليوم الدين والربح مع الله مضمون. من قلب أرض الخير، من أرض مؤسسة سقيا الماء، بكلم حضراتكم في هذا المنظر الجميل. شجرة الزيتون شجرة مباركة، وشجرة الزيتون يعني أكثر انتشاراً في أسبانيا وفي إيطاليا، أكثر شهرة في فلسطين وفي الأردن وفي لبنان. شجرة جميلة جداً. مؤسسة سقيا بتدعوكم الآن لإرادة الخير في شجرة الزيتون، إن أنت حضرتك بتعمل إرادة خير. ست شجرات، 175 متر، ويكتب عليهم اسم حضرتك. شجر الزيتون الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مبارك، والذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل منه وأن ندهن منه، لأنه من شجرة مباركة. ساهموا في هذا الخير، ضعوا بصماتكم في هذه الأشجار المباركة وفي هذه الأرض المباركة وفي هذا الخير وفي هذا النعيم وفي هذه البركات. والله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويكون لك إيراد من شجرة الزيتون. طب انت عملت للفقراء والمساكين، وفي الأصح انت عملت حسنات لحضرتك، صدقات جاريات، عملت إيراد من شجرة الزيتون، هيكون جزاؤه عند ربنا ايه؟ إن شاء الله أكثر من جبل أحد. فإذا أردت أن تكون صدقاتك مباركة وخيرك مبارك وعطاؤك مبارك، ضع بصمتك
في شجرة زيتون بألف جنيه هتقعد تجيب لك حسنات ألف سنة. بادي دلوقتي وما تتأخرش وحط إيدينك في إيد مؤسسة سقيا الماء وتبرع على الأرقام اللي موجودة عند حضرتك على الشاشة. ومش عايز من حضرتك إيراد واحد، أنا عايز منك إيراد واثنين وثلاثة وعشرة. جمع العيلة وجمع الأحباب واشتركوا في إيراد الزيتون لسوق مؤسسة سقيا الماء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. من أحياها كان عنوان لمبادرتنا في كل مكان، تحيي الناس كلها لو إنك كنت سبب في حياة إنسان. مشروعنا في وقف الزيتون، خطوة لبكرة الأجل يكون خير يمتد ليوم الدين والربح مع الله مضمون. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. بنقول النهاردة ليلة مهمة جدا، اللي هي ليلة النصف من شعبان، بإذن الله نستثمرها جميعا. ودكتور أحمد علوان بيدينا نصايح ورشدة، يعني كلام سيدنا النبي بيقول نعمل فيها إيه، أعتقد كلام مهم جدا لازم ولابد نركز فيه علشان مصلحتنا. تفضل يا دكتور أحمد. الله يبارك في حياتك يا دكتور محمد. إحنا بنعلق على اللي إحنا قلناه ونذكر السادة المشاهدين بيه. إحنا قلنا الليلة دي خلاص دلوقتي الساعة خلاص دخل على خمسة، يعني نصف ساعة. تمام. وتغرب الشمس، وبغروب شمس اليوم بدأت ليلة النصف من شعبان، بدأت ليلة الإجابة، بدأت الليلة المباركة، بدأت ليلة جبر الخواطر، بدأت ليلة مهمة عند الله سبحانه وتعالى وعند النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي علينا كمسلمين أن نغتنمها وأن نستثمرها وأن نحرص على قيام الليل وعلى قراءة القرآن وعلى الأذكار مع الاستغفار وعلى الدعاء. كل هذه الأعمال يعود خيرها ويعود ثوابها على صاحبها. نريد أعمالا تنفعنا إذا قدمناها للغير. جميل. وعلى رأسها الإنفاق، وعلى رأسها البذل، وعلى رأسها جبر خواطر الناس بإدخال السرور بقضاء حوائجهم. وينبغي علينا أن نجمع كل هذه الأمور التي لأنفسنا والتي لغيرنا ونعمل ده. مش عاوزين نعمل ده عشان الناس تقول لك أنا خلاص هعمل ده في ليلة النصف من شعبان خلاص بقى واستنى أول ليلة من رمضان. لا لا، إن أنت هتبدأ ليلة النصف من شعبان دي وبكرة تعمل وبعده تعمل وتجتهد من الليلة دي لحد أول ليلة في رمضان. ليه؟ علشان تبقى أنت داخل رمضان وإنت مستعد ومهيأ. خلاص أنا عديت العدة. أيوة. قيام ليل أقمت الليل، قرآن قرأت قرآن، إنفاق أنفقت، دعاء دعوت، أذكار ذكرت، استغفار استغفرت. أما أجي يجي علي رمضان خلاص أنا أصلا كنت بقرأ قرآن. صحيح. مفيش مشقة. أنا أصلا صمت 13 و14 و15 مفيش مشقة. لأنه اللي حيجي يقولك بكرة رمضان حيبقى الموضوع بقى إيه، أنا هبدأ أصوم، الصيام هيبقى صعب. أيوة. بالنسبة لي. واللي مش متعود على الصيام قبل رمضان هيبقى عنده أول يوم تاني يوم أول أسبوع تقيل. على الأقل تقيل عليه. صحيح. عنده التراويح برضو هتبقى تقيل عليه، عنده قراءة القرآن عبر ما ياخد بقى على الأجواء الإيمانية واللحظات الروحانية والإقبال على رب البرية. أيوة. لا هيبقى أنت بقى استعد من دلوقتي ليلة النصف تكن الانطلاقة ولتكن البداية. لأنهم قالوا إذا صحت البداية صحت النهاية، وإذا كانت البداية محرقة كانت النهاية بإذن الله. الله. مشرقة. ربنا يحفظك ويكرمك. أيوه. ودايما تبقى حياتنا كلنا مشرقة بإذن رب. الله ربنا يحفظك يا دكتورنا الفاضل الجليل دكتور أحمد علوان من علماء الأزهر الشريف. شكرا جزيلا لحضرتك، وأيضا شكرا جزيلا لحضراتكم، ودايما يا رب في خير وفي سعادة جميعا. اللهم أمين. أشكركم شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.